تروح للمهندس فرج عامر رئيس نادي سموح. يا باشمهندس ازاي حضرتك؟ ازيك يا استاذ كريم؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا استاذ كريم. في الاحداث حضرتك اليومين دول بشكل قوي جدا. يعني هجيب كرسي واجي اقعد جنب حضرتك. احنا عايزينك بقى معانا كل يوم في البرنامج. الله يخليك يا رب. وحشني يا باشمهندس يعني بنعتز بحضرتك بشكل كبير جدا. وربنا يوفقك. الله يخليك يا باشمهندس. يعني طبعا مبروك لنادي سموحه كابتن حلمي طولان وكابتن حلمي مدرب كبير. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ولكن عايز اسالك سؤال، كابتن حلمي مطولان مرشح بقوه لتدريب نادي الزمالك، هو المرشح رقم واحد دلوقتي. ده شيء يشرف يسعدنا، بس هو المدير الفني لنادي سموحه طبعا ده شرف. طيب المستشار مرتضى منصور قال في اجتماعه النهارده داخل مجلس اداره الزمالك، انا هتكلم مع المهندس فرج عامر واتفاهم معاه عشان اخد كابتن حلمي طولان، والراجل انا هعرف اخلص الامور معاه. لا اصل بص، اولا الكابتن حلمي طبعا اكبر من ان هو يعني ان انا يعني اتنازل عنه لا قدر الله، انا لا املك ذلك، انا لا املك ذلك، لان هو طبعا راجل مدير فني وقيمه فنيه كبيره وهذا الكلام، لكن هو مرتبط مع نادي سموحه وفي ارتباط وفي اتفاق مع نادي سموحه، فما ينفعش طبعا، ما ينفعش نادي سموحه يعني الزمالك طبعا فوق دماغي من فوق. تمام. والزمالك نادي عظيم، لكن سموحه له كيان، وانا مبسوط ان طبعا المدير الفني اللي نادي سموحه الكابتن حلمي طولان كل الناس عايزاه، ده شرف لنا يعني. تمام. احنا ماشيين على الخط السليم. لكن ما اقدرش طبعا، لا املك ولا استطيع ولا اقدر. وبعدين هو مرتبط معانا واحنا مرتبطين معاه. تمام. بس لكن ده شيء يسعدني طبعا ان الزمالك عايز الكابتن حلمي طولان، ده شيء يسعدني ويشرفني. طب يعني لو كلمك المستشار مرتضى منصور وطلب منك ان الكابتن حلمي يمسك الزمالك؟ ما اقدرش. المستشار مرتضى منصور يكلمني اهلا وسهلا، ما بيكلمني تقريبا كل يوم. أيوة. لكن في حاجات اقدر اعملها وفي حاجات ما اقدرش اعملها. ده انا لا املك اصلا اتكلم في الموضوع ده. أيوة. بعد اذنك. أيوة. لان الكابتن حلمي هو الراجل اللي يحدد مصيره، هو اللي يحدد كذا يعني، هو راجل له شان كبير وله قيمه كبيره يعمل كده، بس هو مرتبط بعقد مع نادي سموحه. ايوه. هو مرتبط مع عقد بنادي سموحه. وقع يعني وقعته عقد ولا لسه؟ ايوه يا بيه، احنا في ارتباط وفي عقد وفي كل حاجه. العقد انا سامع ان هو ما توقعش لسه يا باشمهندس. يا بيه انا بحكي لحضرتك الوضع اللي انا، استاذ كريم انت عهدت في ان انا اقول لك كلمه مش مظبوطه. لا 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 انا عارف، بس يعني بيقولوا لي العقد لسه ما توقعش بشكل رسمي. لا 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 لا، لا. في عقد وفي اتفاق وفي كل حاجه. في كل شيء. في كل شيء. خد بساتك بس. تمام. يا بيه الزمالك نادي عظيم ونادي كبير. وعنده كل الامكانيات وعنده كل القدرات وعنده نجوم مصر كلها. واخد بس سيادتك. أيوة. وطبعا الكابتن حلمي مدرب كبير طبعا، والزمالك مليان كفاءات ومليان خبرات وليه ناس عظيمه يعني. الزمالك يعني عملاق، الاهلي والزمالك عمالقه الكره في مصر طبعا طبعا. طبعا شيء يشرفني طبعا اكيد المدير الفني الكابتن حلمي طولان الزمالك عايزه بيتطلع اليه، دليل ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح. والراجل وهو اصلا قيمه كبيره، فحاجه جميله، لكن في ارتباط، خلاص حصل ارتباط. تمام طبعا. تمام. بس بشكرك. الله يخليك يا باشمهندس، بشكرك شكرا جزيلا.